السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وغادي نتكلموا على حسابات جديدة وين تضع بالماضي في دوام التفكير الذي كان عليها سابقا، وين تخلص منها في بعض الميكانت لي بارتي والهضرة وقابل الصحافة ويعاير في ديلور ويعاير جميع اللي يقول ديلور ويعاير جميع اللي يقول عوار ويعاير جميع اللي يقول منا. كانت النتائج الديكتاتورية. اليوم وين راه في حيرة من أمره. يا سهلة كو يعرف ما نقيم تواه، نجيب أنا اليوم يلعبوا في أوروبا قالوا والله ما على بالي كاع، اللي با يطرطق يطرطق واللي با يهدر راني هنايا. يا نورمالمون كيما هكا مدرب، نورمالمون كيما هكا فشلت فلسفة تاعك الأولى اللي مشيت عليها فاشلة، غلطت في الطريق. تا قالوا لك ودي قاطر راهي منا، هاي في الدورة تا راك منا، قال راك ماشي 400 كيلومتر في الهواء ما كان والو، ها راهي وراي قاطر ما غيري ساكن فيها وتلفتها وين جايه، تلفها لك سونك حصلتو فيه قلتو باللي قاسما ورانا تلف الناطري قاسما كل شو قال لك لعب 5-2-3، قاسما كل شو قال لك لعب 2-3، قاسما كل شو قال لك ماش قاش تغير الخطه وما تغيرش اللعابه بركات الكاوجبه. حقيقه لازم توقال، قولوا غير خطرة حقيقة غادي تنجحوا. كون تقولوا الهضرة الصح تهضروا الصح غادي الفيفا تقول لكم هي كاليفوكم ديمون. ما دامكم تكذبوا على رواحكم، ما دامكم تكذبوا وتبغوا الكذب يخرج حقيقة، ما كاش كذب ربي يا رب العالمين. واش يقول لكم دروك الرسول صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق حاربوا مسيلمة الكذاب، وانتوما باغيين تكذبوا والكذبات تاعكم تخرج صح، ما غاديش تخرج صح. وانتوما باغيين بالكذب تخرج صح، هيا نقولوا بلي بارتي تعاودي نمشيو فيها، ما نولوش مشاريع يا جماعه، يا ما تخرج صح. ما دامكم ما هدرتوش الصح ما تخرج صح، انا نقول لكم. وحسابات جديده تزيد الضغط على الناخب الوطني جاء بالماضي قبل تربص الذي كان مقرر شهر وين المقرر شهر سبتمبر القادم، ولكن الكاف قال وين قامت بتأجيل هذه تصفيات كأس أمم إفريقيا، وين عندنا مباراة مع منتخب عالمي غينيا كوناكري. هذه غينيا كوناكري منتخب عالمي، هذا اللي كانوا يهضروا عليه، هذه هي منتخب كبير سبحان الله. هو اللي تقولوا بلي منتخب شي كي والو بالكم، ها هو غادي يهضر خبيزة عليكم. لازم قاعد تقولوا بلي منتخب عالمي غينيا منظرك من كبار، خاطش نتوما وليتو تكذبوا والناس تأمنكم. هيا احنا بين كذبوا، غينيا راهي مشاركة 106 كوب دي موند، راهي مشاركة 106 كوب دي موند، تأمنوها لازم تأمنوا، خاطش احنا شفناكم يقول لكم بارتيا باهي تعاود، نتوما قاعد الناس مأمنة وما تأمنوناش. حنا كي نقول لكم بلي غينيا مكاليفيا الكوب دي مود 106 وديا 20 كوب دافريك ومضيعتها 20 خطرة، خاطش واصلة 20 واصلة 40 خطرة كوب دي مود فينال، ديتها 20 ومضيعتها 20. مش راكم أمنين بالك، مش راكم باغيين تأمنوا، أمنوا نتوما وليتو تأمنوا، أمنوا بقرة ولدت عاود صح، قطة ولدت فيل، وبالك راكم كذبيننا، قطة ولدت فيل، وانتوما شنو مأمنين؟ قطة خرجوا منها من كرشها فيل كبير، وانتوما لازم تأمنوا، وانتوما تما اللي يكذب عليكم عندو مصداقية، احنا غادي نقولو لكم كيما هاكا صحيح. كيف لونترينير قالكم نهار اللي لعبنا كونت ايران في جوان قالكم عندنا مباراه
عندنا لا سييت، عندنا كرواتيا، عندنا لا بلجيك، عندنا طليان، عندنا الارجنتين، خمسه. قال لك حنا غادي نختاروا بيناتهم الاحسن. يا والله لا راكم هاربين من الصح. انا نقول لكم ونقولوا بلي حساب هذا ما تغلط ما تغلط ما تخاف ما والو حسابات نورمال 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 كاع ما تخافش نورمال كاع ما تخافش حسابات هذه كاش حسابات هذه ما كاع ما على بالكش عادي. حسابات جديدة تزيد الضغط على الناخب الوطني قبل تربص المقرر شهر سبتمبر القادم، ولكن الكاف قامت بتأجيل هذه التصفيات لكأس أمم إفريقيا 2024. كما نجح المهاجم نادي نيس الفرنسي أندي ديلور إقناع الرجل الأول في العارضة الفنية لمحاربي الصحراء، وقدم موسم كبير رفقة ناديه، والذي جعله يعلن عودته القوية إلى منتخب الوطني الجزائري. وين دار تصريح؟ دار تصريح باش يكون على بالكم، راه دار تصريح أندي ديلور، يعني دار تصريح كبير وين قال له بلي وين اكد. تعقلوا اللي قلت لكم بلي مع مان يونايتد عنده اتصالات، انتوما كذبتونا. هو هارا ولا هدرها بفمو، هدرها بفمو ولا يلعب في نيس. نيس نادي كبير يلعب في عطال، انتوما وين ما يلعب واحد واحد متوعكم نادي كبير عطال يلعب فيه سبحان الله. هما لكم وبغيت تردوه كي والو نادي نيس. نتوما بريس درتوها جوفنتيس، بريس درتوها جوفنتيس مزيجين انا عارفو. هما لكم قال لك في الهند ولد قال لك كلبه ولدت سبع. نقول لكم وبعين وين توصل المدرب الخضر الى اتفاق نهائي رفقة الدولي الجزائري أندي ديلور الذي سيكون حاضر خلال تصفيات نهائيات كاس امم افريقيا امام النيجر في مارس. وكانوا خايفين من النيجر، ها النيجر لا مارس. انايا المهم خدم لنا ايكيب زي روحك بركاك مستعقة، زي روحك بركاك مستعقة انا نقولها لك، وخدم لنا ايكيب انا نقولها لك. ولكن هناك حسابات جديدة تخلط أوراق يعني المدرب بسبب مهاجم نادي السد القطري بغداد بونجاح الذي عاد بقوة، يعني عاد بقوة وعاد إلى مستواه الحقيقي مع نادي السد. بصح أنا يبان لكم بونجاح وين كان ملاح في ليكيب ناسيونال، والله لا بصح قولوا انتم ما تعرفوها. بونجا لم المركب من الماتس تاع كولومب، من الماتس تاع الماتس تاع تاع النهائي مركا الكولومبيا، من فما بونجا لمن كان يماركي، لمن على من ولا يماركي وفي الصح ما ماركاش. هيا قولوا لنا انت بونجا على من كان يماركي، انتم ما تعرفوا، انتم انتوما متتبعين منتخب وطني الجزائر، ايا جيبوا لنا بونجا على من كان يماركي. الناس ماركات كونتي بوتي 8 هو تدا بيناتي داها ذراع ونشاحها وتيراها ودار لكم هكا. ما عرف كيف هذا ولا المستوى تاعو معامن مع خفيفر ولا ما كيسموها واحد اللي ضرباتو بربعه خفيفر ولا ما كيعيطوا له حفيفر ولا ما كيعيطوا له. ويتمكن السفاح بونجاع من تسجيل هدف الأول بعد غياب طويل عن التشكيلة الأساسية لفريقه السد الموسم الماضي والذي مر فيها بفترة عصيبة جعلته يفتقد مستواه كثيرا. بصح انت يا مدرب تراك تشوف اللي عندك ديلور، عندك منا بونجاع منا ديلور. أنا ما نعيطش البونجاع، نعيط ديلور. روح نيغوسي مع امين كويري، روح نبغات انت ولا كاميرون ها مالك. هذاك الديفونسير تاع 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 ليفربول رفض من 2015 قال لهم قيلوني ما نلعبش معكم قيلوني،
وراحوا عنده وراهم يزيدوا يحزروا فيه، راهم يزيدوا يحزروا فيه باش يجيبوه يلعب كوب دي موند. الناس اللي تبغي بولا، الناس اللي تبغي بلادهم، الناس اللي تخدم، راهم يحزروا فيه، حوسوا على الشنا، راهم يحزروا فيه. زادوا راحوا عنده، راه في اتصالات معاه ورسلوا له اي وزير الشباب والرياضه اتصل به ديريكت، وزير تاع كاميرون اتصل بهذا اللاعب تاع كاميرون، ارواح قال له ما كانوا محتاجينه في الماتش دو باراج، وقالوا ما نجيش تربحوا وهارم يحوسوا عليه وانتم لا شنو لا لا بغيت نجيبوا شابه صباح، عاودي شابه صباح وما تجيكش تلعب شابه صباح، تقول لكم قيلوني ما نلعب بالكم شي، قيلوني روحوا بعدوني. اي تي هذا اللي تي بلا ما تنساو اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو. سعيدكم.